روح للبصرة. هسه نروح، خلي نروح للبصرة، نروح إلى تقاريرنا بالبصرة. أكو شاب اسمه أحمد شاكر، عمل مشروع على اليوتيوب حمل عنوان هذا أنا. ضمن مشروع عدة حلقات، هذه الحلقات تحمل جانب التوعية وتخص المجتمع وتطلعات الشباب. خلي نروح نشوف ايش راح يقول. لم تكن حياتي سوى جدران تحيط بمساحات من الفضاء، لكنني اليوم أدركت أنه هو وحده الإنسان فقط، إن شاء يملأ هذا الفضاء أو يبقى في وسطه ليملأ الجدران من حوله، وأنا اليوم اخترت خياري. بهذه الكلمات بدأ أحمد شاكر، شاب من أهل المدينة، برنامجه الخاص على اليوتيوب. ابقوا معنا لنتعرف على أحمد. شاكر، عمري 27 سنة، شاب من أهل المدينة. انطلقت فكرة برنامج هذا أنا بسبب التنقلات اللي عشتها بحياتي، وبسبب الوسط الاجتماعي اللي عشت به، وبسبب الناس القريبين من عندي، لأن اكتشفت بنفسي أني أتصرف تصرفات مغايرة لشخصيتي من الداخل، واكتشفت أيضاً بالناس اللي حيطوني أنهم يتخفون وراء أقنعة مغايرة لشخصياتهم من الداخل. طبعاً هذا اضطراراً للتأقلم فيما بيننا بوسط المجتمع. لذلك فكرت لو أعترف أنا والآخرين من خلال برنامج هذا أنا بالأمور اللي نخاف نصارح نفسنا بها أحياناً، لدرجة أن احنا ننسى نفسنا حتى وإحنا مع نفسنا. أول حلقة كانت من برنامج هذا أنا صادف بيوم عيد الحب. طرحت فكرة أنه عيد الحب ليش ما يكون بالحب الحقيقي اللي يبتدي من حب رب العالمين سبحانه وتعالى، وبعدين حب الأهل والأصدقاء المقربين، ويتوسع إلى حب الناس الثانيين اللي حتى إحنا ما نعرفهم، حتى نحصل على إحساس حقيقي بحب النفس والذات، حتى نقدر نسعد نفسنا ونسعد الآخرين. بعدها تطورت الفكرة إلى أمور أخرى نتخفى وراءها، مثلا قضية التسامح. إلى أي مدى هو التسامح قرار عظيم أوصت به كل الأديان السماوية، وإلى أي مدى هو قرار خطير؟ لأن لو قررنا نسامح شخص بحياتنا بيوم من الأيام واكتشفنا أن هذا الشخص ما يستحق أن احنا سامحناه، صعب نتراجع بهالقرار، فإلى أي مدى هو قرار صعب؟ ومن المواضيع الأخرى اللي طرحتها موضوع البساطة بالحياة وحب الأشياء البسيطة اللي احنا نمتلكها من غير ما نكون من عوائل ثرية أو أصحاب أملاك حتى نكون سعداء بالحياة، لأن حب النفس هو شيء أساسي بالحياة. تفاوت عدد المتابعين طبعاً من حلقة إلى أخرى ما بين الـ 60 إلى 120 بهالحدود تقريباً من حلقة إلى أخرى. أطمح أن يكون العدد أكبر بحكم المجتمع وتوسعه، وإن شاء الله بالوقت وبالتقدم اللي أحاول أنجزه إن شاء الله يكون العدد أكبر. أحمد، الأدوات اللي تستخدمها بالتصوير وين المكان اللي تصور فيه حلقاتك؟ كل الحلقات اللي صورتها صورتها بهذه الغرفة الصغيرة، واستخدمت كل الزوايا بديكورات بسيطة أسويها بنفسي. استخدمت هذه الكاميرا الاعتيادية مو احترافية، استخدمت هذه الحاسبة البسيطة، مرات أستخدم هذه الكراسي أو أستخدم بالضبط، أو أستخدم مرات حتى الأرض يعني بالتصوير. شلون تستخدم الأرض يعني؟ لما ما كان عندي ستاند للكاميرا كنت أضطر أخليها على كرسي صغير ارتفاعه قليل أقصد، فكنت أضطر يعني أكون على الأرض حتى أظهر بالصورة المطلوبة. بالك أنه تنتقل لمكان ثاني تصور حلقاتك؟ لو راح تستمر حلقاتك تصورها بهذا المكان اللي يعني خلينا نقول الضيق المتواضع؟ التصوير بمكان آخر هو شيء حلو أكيد، لكن يحتاج إلى إمكانيات
وتقنيات حتى تظهر الصورة والصوت بالشكل الدقيق، وهذا أمر يعني يحتاج إلى عدة إمكانيات. طيب. لحد الآن باقي يعني هنا أتصور بهذا المكان؟ حالياً مستمر بالتصوير بهذا المكان. أحمد، التحضيرات البرنامج سكريبت سيناريو الحلقة اللي تعدها، مونتاج الحلقة، من يقوم بهذا؟ بالحقيقة أقوم بكل الحلقة وتصويرها من غير أي تحضير مسبق. أحب يكون الحوار بتلقائية تامة حتى يوصل بشكل أوضح للكل. وبالنسبة للمونتاج فأستخدم حاسبتي من غير الاستعانة بأي برامج احترافية أو أي أشخاص محترفين بالمونتاج. مرحبا. الوعد مفهوم مرعب جدا، لأنه يرتبط ارتباط وثيق بمصداقية الإنسان مع نفسه أولا، وبمصداقيته مع الناس الآخرين ثانيا. وكلنا نخاف من الوعد، لأن نخاف نكتشف عدم مصداقيتنا مع أنفسنا لما ما نوفي الوعد. والخذلان الناتج عن عدم الوفاء بالوعد يفقدنا مصداقيتنا مع أنفسنا وثقتنا بأنفسنا وبالآخرين أيضا. طبعا بسبب مروري بعدة تجارب بالحياة كان لي تجربة عرفت من خلالها مدى أهمية الوعد. كان لي صديق مقرب جدا لي مر بتجربة صعبة جدا بخصوص الوعد بسبب ظرف صحي تعرضت إلى والدته بيوم من الأيام ودخلت إلى المستشفى. ولما حست إنها راح تفارق الحياة مسكت إيد صديق المقرب لهذا صديقي وطلبت من عنده أن يوعدها بأن ما يتخلى عن هذا الصديق أبدا مهما صارت الظروف. وتوفت إلى رحمة الله والدة صديقي، وبعد مرور شهر تقريبا كان صديقي يعتمد كل الاعتماد أو يثق كل الثقة بأن هذا الصديق ما رح يتخلى عنا أبدا، لأن وعد والدته بأن يكون أقرب الناس إلى وأن يسانده بالحياة وبحياته ما رح يتركه مهما صار. تحياتنا لهذا الشاب أحمد شاكر اللي أنطى درس لبعض الشباب اللي يقولون ما نقدر نسوي شيء. هو من داخل بيته استطاع أن يفعل شيء، وشيء مفيد مو إلى نفسه. أكو ناس تشتغل أشياء لنفسها، هو عمل برنامج للجميع لكي يستفاد من الجميع، وحتى يستفاد من عند الجميع أكثر راح ننشر إحنا رابط برنامجه أو الرابط الخاص بي بأحمد شاكر على موقعنا أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأهل المدينة حتى الناس تستفاد وتتعلم. يعني حتى الشباب أيضا من الممكن أنه تفتح آفاق جديدة لهم، أنه إحنا يعني واحد بالبيت ويستطيع أن يفعل شيء ويستفاد من بقية الشباب، نتعلم نتساوى جميعا ببعض الأمور. جميل جدا، فتحية لأحمد شاكر ولمن يشبه أحمد شاكر في إنتاج بعض الأمور التي تفيد وتنفع المجتمع.